يلا ولا حموكشه روح صح ابوك عشان ناكل ايه يا ماما يا الاكل كله افراخ النهارده ولا مش كان عليك امتحان فيزياء امبارح بس يا عم عملت لك الوجبه كلها فراخ عشان انت مستقبل العيله رب استر على النتيجه لو جبت مجموع قليل هدفع ثمن الاكله دي كلها حموكشه بتقول حاجه لا لا كنت بقول اكيد هيطلع طعم الاكل لذيذ طب اروح انا صح ابوك باين عليك انت مش عايز تقوم جرو يا ابني حموكش عيب عليك لما امك تقولك لك قوم صح ابوك وما تقومش يا جدي عالدغري تعبان اه ده اللي بتفلحوا فيه يا جيل صايع يا ابني ده انا وانا كدك كنت بشيل بالتلاتة طن اه اه فلوس ازاي مصاريف الشهر عارف ايه الحل مش عارف ايه الحل الشهر الفلوس مش هتكفي الشهر يلا هو يا حاج بتكلم نفسك اصحى يا حاج يا حاج اصحى كابوس يا كبوس. كابوس كابوس يا حاج مالك يا حاجة ما مصاريف الشهر بتطلع لي وانا نايم يا حاجة كابوس يا حاجة ما صار يا حاجة دي اللي تعمل كابوس ما تبقاش بخيل ده انا عامله لك حته اكله هتنسيك كل الكوابيس دي تعال بس وشوف <applause> يا لهوي ما تعرفش ان ده اللي بيخوفني ده انا وانا في سنك كنت بساعد الناس اللي في الشارع وكنت بطلع للناس الحاجات في بيوتها يا باي يا باي خلاص يا جد انا فهمت خلاص فهمت بقالك ربع ساعه بتحكيلي على انجازاتك كمل يا جد حكاياتك عجباني قوي ايه يا حاج دي المفاجاه اللي محضرها لي ب 500 جنيه فلاخ ليه يعني بنعرف بهايم يلا ناكل يا حاج يلا ناكل ونصوم الشهر كله بقى امال في ايه يا حاج ايه اللي مزعلك دي الفرخه ب 10 جنيه يعني كلهم تلاتين جنيه ايه الحكايه يعني يا حاج هو انت بتنسى ان عندك زهايمر بعشرة جنيه دي على ايامك مش دلوقتي دلوقتي دي ب 100 وب جنيه الفرخه انزل يا حاج تعالى ناكل فيا حاج هو انا اللي عندي زهايمر ولا انت نسيت ان انا ما اجوم ولا يا ابويا ما انت شايف المصاريف دي تنسي الواحد اسمه مش تنسيه الله يرحم ايامنا يا كنا نشتري الفرخه دي بعشرة جنيه كنا نشتري بالتلاتة والاربعة بس ما تنساش يا حج ان العشرة جنيه دي عشان نجيبها كنا بنشتغل اليوم كله يعني هي هي زي امتحانات السنوية كانت سهلة وبقت صعبة لما بقت صعبة بيجي كل ما أعرفش يحل المجموع بتاع الكليات بيجي نزل فهي هي مش حكاية يعني غليت رخصت يعني كله بيعوض بعضه في الاخر بس يا ندي يا بنتي كتيرة جو تلت فرخات في وجبة حرام يعني هنجيب فلوس منين فيا جدي خلينا ناكل دلوقت ما تخافش بان عليها شيل منهم بعد شهر ولا حاجة بعد النتيجة